السؤال الأول، أصل الصورة بالحرف المناسب. هيا، ما هو الحرف الأول؟ حرف ال؟ حرف الد. الحرف الثاني ما هو؟ حرف اللام. أحسنتم. هيا، ما هي الصورة الأولى؟ ضب. أحسنتم. الصورة الثانية؟ لمبة. الصورة الثالثة؟ دجاجة. هيا نربط الصورة بالحرف المناسب. الصورة الأولى الضب. بماذا تبدأ كلمة ضب؟ حرف ال؟ د. الضب. هيا نربط بين الد والضب. أحسنتم. الصورة الثانية؟ لمبة. حرف ال؟ بماذا تبدأ؟ حرف ال؟ أحسنتم. تبدأ بحرف اللام. الصورة الثالثة ما هي؟ دجاجة. دجاجة. أو ديك. بماذا تبدأ؟ بحرف ال؟ بحرف الدال. أحسنتم. هيا نربط بين الديك وحرف الدال. أحسنتم. السؤال الثاني، أكمل وأصل النقاط للحصول على الحرفين الدال واللام. ما هو الحرف الأول؟ حرف ال؟ حرف الداء. الدال. والحرف الثاني ما هو؟ حرف اللام. هيا نكتب حرف الدال. نجمع النقاط. حرف الدال. حرف الدال. والثاني حرف اللام. أحسنتم يا شطار. السؤال الثالث، أرسم دائرة حول الأشياء الناعمة. الصورة الأولى ما هي؟ ريشة. أحسنتم. الصورة الثانية؟ صنوبر. أحسنتم يا شطار. هل الريشة ناعمة أم خشنة؟ ناعمة. نضع دائرة حول الريشة. الصنوبر، هل الصنوبر ناعم أم خشن؟ خشنة. أحسنتم. القطة ناعمة أم خشنة؟ ناعمة. أحسنتم. نضع دائرة حول القطة. السؤال الرابع، أرسم الخط المائل والخط المنحني. الخط الأول ما هو؟ مائل. والثاني؟ منحني. أحسنتم. هيا نرسم الخط المائل. الخط المنحني ماذا يشبه؟ أحسنتم. يشبه البحر. أحسنتم. السؤال الخامس، أساعد فلة في الوصول إلى الطعام المفيد. الصورة الأولى حليب. هل الحليب طعام صحي؟ أجل. الصورة الثانية سكاكر. هل سكاكر صحي؟ الصورة الثالثة فواكه. الموز. التفاح. الأناناس. هل الفواكه مفيد؟ أجل. أجل. أحسنتم. السؤال السادس، ألون الدائرة باللون الأحمر وأرسم دائرة حول المستطيل. الشكل الأول ما هو؟ مستطيل. هيا نضع دائرة حول المستطيل. الشكل الثاني ما هو؟ دائرة. الثاني؟ مربع. مربع. أحسنتم. الشكل الثالث ما هو؟ دائرة. دائرة. هيا نلون الدائرة باللون الأحمر. هيا نلون باللون الأحمر. أحسنتم. السؤال الثامن، أصل كل حاسة بما يناسبها. هيا، الصورة الأولى ما هي؟ عين. الصورة الثانية يد. الثالثة فم. أذن. وأنف. بماذا نسمع الموسيقى؟ بالأذن. أحسنتم. الصورة الثانية النظارات. أين نضع النظارات؟ على العين. أحسنتم. الصورة الثالثة قطة. بماذا نلمس القطة؟ أحسنتم. الصورة الرابعة عطر. بماذا نشم العطر؟ بالأنف. أحسنتم.
الصورة الثالثة همبرجر طعام. بماذا نأكل ونتذوق الطعام؟ بالفم واللسان، أحسنتم. السؤال الثامن، أضع دائرة حول الأشياء القصيرة. القلم الأول طويل والثاني قصير. نضع دائرة حول القلم الثاني. لدينا مسطرتان، المسطرة الأولى قصيرة والثانية كبيرة أو طويلة. نضع دائرة حول المسطرة الأولى. أحسنت يا صبراوي، أحسنتم جميعا.